يلا يا شباب فوق شوي، ما ضل عنا وقت، بسرعة. شو طيران يعني؟ ايه يلا بسرعة. شو عمو صفي؟ شو قالت لك؟ والله يا عمو شو بدي اقول لك، ما بعرف. حاولت معك كثير بس امك رافضة قطعيا كليا. توقعت، عرفان انه رح ترفض. هو الثاني ليش طلقه؟ الله يصلحه، له كل جنة بدها حلم الله. طولي بالك عمو، طولي. الله يصلح الامور ويهدي البال. كيف تخبروا هلا؟ يا رب. هالحب اللي منتمنى ومنحلم يتحقق فينا، منحبه عايش بلا قلبه مش قادر يعطينا. هالحب اللي منتمنى ومنحلم يتحقق فينا، منحبه عايش بلا قلبه مش قادر يعطينا. هلا اسمعوني منيح، بي انتشن، رح اقعد انا وتوتي هديك والناس حوالي، والسيف رح يكون مع ابو علاء. الله يرضى عليك يا ابني، ما في داعي للمشاكل، هو عرس. لا لا هي طقوس، بس تجيب الكيك بتجيب السيف معه. اذا كيك ما في مشكله. ابو علاء بدي اياك تجي لعندي شوي شوي وتفتح السيف وتعطيني اياه هيك بهدوء، ماشي؟ اوكي. وانا امتى بدي انضرب قطع الكهرباء؟ لك ما بتطلع على الاخر، ركز معي. بتخففها شوي شوي، اوكي؟ وانت زربة، بدي منك تحط لي موسيقى التايتانيك، اوكي؟ ماشي. يلا جاهزين؟ تفضل. هاي بروفل. يلا على السريع كل واحد. يلا جاهزين؟ جاهزين. موسيقى. بالله عن من عيدها مرة ثانية. ايه لك هذا فارس كتير غليظ، ما حبيته بنوب. والله ولا انا طقته. شو عامل لي حاله ابن الملكه وبده يخطب؟ شو رايك نفكس له القصه؟ لك عزوز كتير متضايق ومقهور من هاي القصه، لك ما طلع اليوم من الغرفه، يعني كتير متضايق من قصه الخطبه. لك هي اصلا ما بدها اياه، لو بدها اياه كنا خربنا له الخطبه كلها. شو بقى؟ ايه معك حق والله. شو صار معكم يا جماعة؟ شو صار معاه؟ شو صار معنا؟ عم نشتغل يعني. شو صار معنا؟ ايه ليكو ليش الصربعة؟ انت عارف بنموت يعني؟ ما بعرف. شو عندك وفتحسيفاتك يا مان؟ ابو علاء صار سألنا سؤال مليون مرة، خفوا شوي شان الله. طيب حجمك لك ابني، طيب حتى ما خربت. احنا قلنا عم نجيب هذا المفك اسمه الفاحص، تحطه اللي بيضوي بيكون هو الحامي، ما بيضوي بيكون. ارجيني. قوم هلا برجيك، قوم شغلها بس فاصله من برا انا. طيب طيب دقيقه بس على مالك نزل. هي شغلها. هي هي شغلها. طيب مالك.